سفيان رحيم. عبد الله يا جدعان ده مسكه في الحقن وبيلعب ضربات جزاء. ايه شكل ضربة الجزاء اللي شيماء ممكن يصدها؟ هي دي كرة تبقى مش معروفة يا رايحة في النص ولا رايحة في زاوية، بس حلوة يا شيماء، بس على ما يكونش خد خطوة. يا جامد يا شيماء، شريف إكرامي أعزنني دلوقتي. مين ده بلحة؟ لا ده زمان جمهور الاهلي دلوقتي عادي. يا رب يضيع يا رب يضيع. ده ضيع بجد. دي دعواتنا بقى يا رمضان، ربنا مش هيوفقك حتى في ضربات الجزاء. دعواتنا دي يا اسطى، نتمنى لك روح يا ابني لا تربح ولا تكسب. يلا شنو، لا ده انت كده معدي الفلانكات يا شنو، ما حتى الكرة اللي تروح عليها بالغلط دي بتقع بره. مين ده؟ ده مين ده بجد؟ ده محمود وادي تقريبا. الله لا بحب يا جامد يا جامد. الصلاة على النبي عليك يا شناوي. حقك صديت واحدة والتانية طلعت بره، صد التالتة بقى تخلص يا شناوي. بعيدة. Thank you.
مين ده؟ احمد سامي ده. شكلك خايف. يا ابن اللعيبة. حلوة يا سامي سيمو. مع ان منظرك ما كانش يقول انك تحطها كده. يا ولد يا سامي سيمو. المصريين برضه يعني ما ينفعش حتى برضه. يلا ده شناوي. يلا شناوي. ان شاء الله تخبط فيك. لا ده انا انت ابن رخم بجد رخم. بن حليم محمد فاروق. يلا فاروق. بعيد شوية يا فاروق. كان باين عليك. لا شيلناه وشيلنا عليكم بقى وصوت. يلا ده شيلناه وصدها بقى. يلا ده شيلناه وصدها وروح اتعلق ل اتلعق لشريف اكرامي. يلا شنه. يلا شناوي. لا خلاص ضاع الشناوي. ضاع الشناوي وخبط كده. المشكلة بقى محمد فاروق هو اللي ضيع، رمضان صبحي اللي هيبس في الآخر، ما تعرفش ليه يعني. ده مين ده؟ أسامة جلال؟ أي ضيع. يا ولد. يا بحبيبي. ان شاء الله هنكسب. بكره بيراميدز مش لدرجة ان احنا نشجع الرجاء يعني. مش للدرجة دي يعني. يلا شناوي بقى. يلا شناوي. يا شناوي. شريف اكرام يشعر بالخسائر. هاي يا شناوي. يا ابني انت بتقرا قران، لعيبتنا برضه بتقرا قران يعني. انت 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 مسلم ولعيبتنا برضه مسلمه يعني. في ايه يا حبيبي؟ ده مين ده؟ احمد توفيق. لا يا معلم انت شكلك كده راجل مرزق. يلا توفيق. يا خبراته يا خبراته
يا خبرات يا توفيق، يا خبرات يخرب بيتك يا بعيد، يا خبرات يا توفيق. شكلك عيل موزع يا ولد يا توفيق. الله يخرب بيتك يا اخي، الله يخرب بيتك يا اخي، الله يخرب بيتك يا اخي. يقول لك خبره، واضح واضح ان هو خبره. السوبرا لذيذه يا لذيذه في ضربات الجزاء بس. هلا شناو انت طلعت اتنين هنا. يلا شناو التالتة بقى، شناو طلع التالتة بقى، ولا هيطلع حاجة تاني خلاص كده. ان شاء الله هنكسب يعني، بس يا رب ما يكون اللي داخل حد علي جبر. يلا مين اللي داخل ده؟ حقك، ما احمد توفيق لعيب الخبرة بيحط في السما. حقك يا اسطى، احمد توفيق خربها، محمد فاروق خربها، وهيلبس رمضان صبحي ما تعرفش ليه. يلا مين ده؟ ده احمد ايمن. طب وليه احمد ايمن ما دخلش قبل مين؟ محمد حمدي. ربنا يستر، بس شكله يحطها ببرود. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. شكله الجون بتاعهم طلع شيخ بجد. ابو البخت بتاعك يا رجاله.